هلا ويا مرحبا بيكم. موسم الصيف الشيكو سابوتا، يا سلام. الحين خلاص بدأ الحمد لله يبدأ يجهز، وعندنا ثامر هذا النوع الطويل الصنف التايلندي، ما شاء الله الصنف التايلندي ما شاء الله كله ثامر. طبعا بغيت أخبركم شغلة، الشيكو في مثل الوردة، إذا طاحت مثل الإبرة، إذا طاحت لتحت خلاص يعني لازم تخطفها وتحطها وين؟ تحطها في مكان مثلا قفير أو أي شيء، وتحط له تفاح. التفاح طبعا أول تجربة عملناها نجحت على طول، 4-5 أيام على طول يبدي يخمل. وشوف ما شاء الله كل حبة، شوف كل حبة كيف، شوف حبة واحدة بس، هذه يعني حجم كبير جدا. ممتاز هذا النوع الإيطالي، وايد جميل، وكله بادي يجهز خلاص، كله بادي يجهز. شوف كل حبة تملأ لك اليد كامل، ما شاء الله تبارك الرحمن. الحين نجرب واحدة، طبعا رجاء بدون اصطحاب البنكرياس معاكم لأنه في نسبة سكر عالية جدا. ما شاء الله شوف اللذاذة والطعام، ما شاء الله تبارك، والماء اللي فيه ما شاء الله، بسم الله. إنه لذيذ جدا. شو الشاب، إلى اللقاء.